فرشخوا بعد قليل في آخر مشهد له في مسلسل قضية العمر. نتمنى له تفرشيخة حقيقية وسعيدة حتى تدخل معه الحرفة. مخرج قال أكسيون. الله يحفظ الله يحفظ الله حافظ الله أتيه على عينيه أتيه أتيه العاصر أتيه على عينيه أتيه على رجليه أتيه محجة أتيه 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 مو المخرج تيقول لي أتيه الله أتيه طيه أزال على عينيه أتيه المحجة أقروه عليه شو مال أربعة اثنين سبعوا خويا علاش كدير؟ خويا خدام علاش؟ خدام على وليداتي علاش تو كدير دابا؟ خدام على واحد السيناريو مزيان انت عندك واحد السيناريو بغيتك ديفلوبي معايا مزيان فيك عندي مشكل في النهاية قول اخويا نسمع واخا القصة سهلة ولكن ركز معايا مزيان قول دابا واحد جوج دراري صحاب كانوا غاديين في الطريق لقاو واحد البنية صغيرة بيبي دري صغيرة توا ربطاوا ايوا البنت كبرات ولكن المشكلة فاش كبرات اكتشفوا بلي هي امو وامك هو انت واش روعتني الاتساع كمم دولي بقى لي ودي ماكو كاب ديما زيروا في حالات زيروا عطيني الاتساع عيون بكيت ويما خانتها قلوب ليما تا حاجة ما دايما نسى ورتا وناس هيما في بحور الدنيا عيما خلي الهموم نايما داوي الاجراح را قلبي ضرب وقال لي ساك خلي را ظهرك حل من ضليتك وبيا را مليت را قلبي ضرب وقال لي لساك خلي را ظهرك حل من ضليتك وبيا را مليت عيون بكيت وياما خانت الدنيا ومحينا وقت ضرات بي وكنسينا ما زالت وريني صار